قم بإيجاد احتمال الحصول على أزواج عند إلقاء اثنين من أحجار النرد سداسية الأوجه. إنها قطعة نرد سداسية منتظمة كالتي تستخدم في لعبة المونوبولي أو أي لعبة أخرى مرقمة من 1 إلى 6. إذا الحصول على أزواج، أزواج تعني الحصول على اثنين من الرقم 1 أو اثنين من الرقم 3. الحصول على نفس الرقم على الوجه العلوي لقطعة النرد، هذا الاحتمال الذي نريد معرفته. إذا لفعل هذا لنفكر بجميع الاحتمالات الممكنة، لنفكر بشأن الفضاء العيني. لنقل لدينا الحجر الأول، الحجر الأول first dice سوف أقوم بها في هذا العمود. إذا هنا نتائج الرمية الأولى، يمكننا الحصول على 1 2 3 4 5 أو 6. ولنقل بالنسبة للحجر الثاني، الحجر الثاني second dice سوف أقوم بهذا هنا، حيث لدينا الأعمدة مرقمة ويمكنني كتابتها للحجر الثاني 1 2 3 4 5 أو 6. على سبيل المثال يمكننا الحصول على 1 في الحجر الأول و1 في الحجر الثاني، وهذا يحقق الشروط لدينا، لكننا لم نقم بهذا بعد. حسناً، هذا عدد 1 من الفضاء العيني لدينا، الحصول على 1 في الحجر الأول و1 في الحجر الثاني. أريد أن أكون واضحة، هذه حوادث مستقلة، الحجر الثاني لا يؤثر على الذي يحصل في الحجر الآخر والعكس صحيح، يتم إلقاء الحجرين بشكل مستقل عن بعضهما البعض، إذن هذه حوادث مستقلة لا يؤثر أحدها على الآخر، وهكذا هذه كل الحالات بحيث يتم الحصول على 1 في الحجر الأول، إذن 1 في الحجر الأول. في الحجر الثاني يمكن الحصول على 1 2 3 4 5 أو 6. دعوني أضع فواصل هنا لكي لا تبدو كأنها 11، 1 مع 1، 1 مع 2، 1 مع 3، 1 مع 4، 1 مع 5، 1 مع 6. إذا في الخط التالي هذه كل الحالات التي يتم فيها الحصول على 2 في الحجر الأول. سوف نقوم بإنشاء الفضاء العيني بالكامل، ثم هذه كل الحالات، إذا هذه 2 مع 1، 2 مع 2، 2 مع 3، 2 مع 4، 2 مع 5، 2 مع 6. سوف أستمر بتعبئة هذا الشكل، أو يمكنني القول هذه كل الحالات التي يتم فيها الحصول على 1 في الحجر الثاني. إذا لدينا 1 هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. هنا كل الحالات التي يتم فيها الحصول على 2 في الحجر الثاني. هنا كل الحالات التي يتم فيها الحصول على 3 في الحجر الثاني و4 على الحجر الثاني و5 على الحجر الثاني و6 على الحجر الثاني. ثم هنا كل الحالات التي يتم فيها الحصول على 3 على الحجر الأول، 3 3 3 3 3 3. تقريبا انتهينا، وهنا كل الحالات التي يتم فيها الحصول على 4 على الحجر الأول. إذا هنا 4 على الحجر الأول، 4 على الحجر الأول، وهنا 5 على الحجر الأول، إذا 5 على الحجر الأول. بقي صف 1، هذا الصف يمثل الحصول على 6 على الحجر الأول. إذا كل من هذه أتوقع أنه يمكنكم مشاهدتها كخلايا، دعوني أقوم برسمها كشبكة حقيقية، كرسم بياني، دعوني أقسمه لجعله أكثر دقة، أتمنى أن يصبح أكثر دقة. دعوني أرسم بعض الخطوط هنا وأرسم هذه بحيث يمكنكم رؤيتها كشبكة بهذا الشكل. على المخطط كل من هذه الخلايا، كل من هذه الصناديق تعرض
احتمال ممكن إنهم جزء من الفضاء العيني. حسنا، دعوني فقط أرسم خطوط أكثر ونصبح مستعدين للتفكير بشأن هذا. كل من هذه الخلايا إنها ليست شبكة مرسومة بدقة تمثل نتيجة عندما يتم إلقاء الحجرين. إذا 3 على الحجر الأول وثلاثة على الحجر الثاني وخمسة على الحجر الأول وثلاثة على الحجر الثاني، 4 على الحجر الأول وخمسة على الحجر الثاني، هذه كل الاحتمالات. وكما ترون لدينا 36 احتمال، لأنه لدينا 6 احتمالات مختلفة للحجر الأول و6 احتمالات مختلفة للحجر الثاني. إذا 6 ضرب 6 يساوي 36. الآن كم من هذه الاحتمالات أو كم من هذه النتائج، كم من هذه الحوادث البسيطة تحقق الشروط للحدث المركب الذي لدينا؟ الحدث المركب هو عبارة عن حدث له أكثر من حدث ممكن يحققه. إذا نحن نريد الحصول على أزواج، كم عدد الطرق بحيث يمكننا الحصول على أزواج؟ حسنا، هذا الزوج هنا وهذا 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 الزوج هنا، ولهذا نسميه حدث مركب. الحصول على أزواج هو حدث مركب. دعوني أكتب هذا، حدث مركب، compound event، الحدث المركب كلمة تقال للتعبير أن هناك أكثر من نتيجة، بحيث يمكننا القول أن هذا الحدث قد حصل. الحدث البسيط هو حدث مرتبط بنتيجة واحدة فقط، هذا الحدث مرتبط بأكثر من نتيجة. لذا إذا أردنا معرفة احتمال الحصول على أزواج، احتمال الحصول على أزواج والذي هو حدث مركب، P لرولينج دبلز، هناك أكثر من حدث مرتبط به، أكثر من حدث بسيط مرتبط به، هذا حدث مركب. إذن هذا حدث مركب، كم عدد الأحداث المرتبطة به؟ إنها 6 احتمالات مرتبطة بهذا الحدث. وكم عدد الاحتمالات الكلية هنا؟ حسناً، قلنا أنه لدينا 36 احتمال. إذن 36 احتمال، حجم الفضاء العيني هو 36 possible outcomes. إذن احتمال الحصول على أزواج، لدينا 6 طرق ممكنة للحصول على أزواج من 36 طريقة ممكنة لإلقاء الحجرين. إذن إنه 6 تقسيم 36، ويمكننا تبسيطه، إنه عبارة عن نسبة. إذن 6 تقسيم 36 كلاهما قابل للقسمة على 6، هذا نفس الشيء مثل 1 تقسيم 6 أو 1 من 6. إذن طريقة أخرى نفكر بها هي أنه لدينا 1 من 6 احتمالات عندما أقوم بإلقاء حجري نرد والحصول على أزواج، أو 1 من 6 من كل الاحتمالات عند إلقاء حجري نرد، و1 من 6 هي نتيجة الحصول على أزواج. إلى اللقاء.